19 ابريل 1972 يصادف ميلاد الأسطورة ريفالدو فيتور بوربا فيريرا مواليد مدينة ريسيفي، كان أحد أعظم اللاعبين في مركز الوسط الهجومي. عرفت بداية ريفالدو الكثير من المأساة، وأثر الفقر على صحته فأصيب بعديد من الأمراض كسوء التغذية والركبة المقوسة اللي الكل يعرفها، اللي تسببت في وقوع الكثير من اللاعبين على أرض الملعب بسبب أنه يكسر فيهم، كان شكله غريب وهو يكسر وما تدري متى يكسر، وكان يفقد أسنانه من سوء التغذية. وقع أول عقد احترافي له في عام 16 مع نادي باولي ستانو، وذلك في نفس السنة اللي انقتل فيه أبوه في حادث سير، ولم يؤمن مدرب النادي بقدرات ريفالدو نظرا لضعفه البدني بنيته النحيلة. بعدها انتقل إلى شباب سانتا كروز سنة 91، وفي نفس السنة تم اختياره للفريق الأول كذلك للمنتخب البرازيلي تحت 20 سنة. لفت انظار إدارة موجي ميريم ولعب معاهم موسم واحد، بعدها هبط الفريق للدرجة الثانية وتمت إعارته لكورنتيانس. صعد للمنتخب الأول بعدها بعام، حقق بطولة أمبرو تحت 23 سنة. انتقل بعدها إلى أحد كبار البرازيل بالميراس، وحقق الدوري الممتاز سنة 94 كأول بطولة له على الصعيد الشخصي. والانتقال لأوروبا كان من بوابة ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني 96، وبأول موسم وصلهم للمركز الثالث في الليغا، وحصل في الصيف على برونزية أولمبياد أتلانتا 96 مع الظاهرة رونالدو. هذا ما أبهر برشلونة حتى انتقل بعد موسم كبديل للظاهرة رونالدو، يحقق الثنائية دوري كاس والسوبر في الموسم اللي وراه من أول سنة، وكان أول وكان ثاني هدافي الدوري الإسباني بعد كريستيان فييري نجم أتلتيكو مدريد بذاك الوقت. عقبها أحرز كأس القارات مع البرازيل سنة 97، بعد تألقه في مونديال فرنسا 98 كوصيف وتحقيقه كوبا أمريكا 99، حصل على الكرة الذهبية في مئوية برشلونة، وبعد حصوله على كأس العالم اتجه لوصيف أوروبا نادي ميلان الإيطالي لموسم واحد، حقق معاهم كأس إيطاليا والأبطال والسوبر الأوروبي رغم أنه ما شارك مع الفريق بشكل أساسي. كله من أنشيلوتي يقول لما يصبح علي أنشيلوتي أدري أنه بيلعبني اليوم، لما ما يصبح علي أدري أني ملازم الدكة. ولعبوه قبل الانتقالات الشتوية بخمس دقائق، يعني خمس دقائق في مباراة تحصيل حاصل كانت في دوري أبطال أوروبا علشان لا ينتقل لنادي كبير. الميلان حرقوا ريفالدو، وبعدها بدأت مسيرته بالانحدار من اليونان لأوزباكستان لأنغولا للبرازيل. لكن قبل اعتزاله 2014 فعل أمر استثنائي، وهو أن لعب للنادي اللي هو رئيسه موجي ميريم برفقة ولده ريفالدينيو بنفس الفريق، وسجل كل واحد فيهم هدف بمباراة واحدة، واحد صنع حق الثاني علشان يساعدون الفريق على عدم الهبوط. ريفالدو فترة من فترات مع برشلونة كان شايل برشلونة على ظهره، واختلف مع فان خال لما غير مركزه إلى الجناح. ريفالدو كان يفعل كل شيء بالملعب، لاعب ممتع، سدد من بعيد، سجل بالراس، ألعاب الهوائية، دبل كيك، باكورد، كل شيء كان يسوي مع برشلونة الإسباني. ابريل 1989 يتألق لاعب الكرة ببعض الأحداث المسيرة الكروية وتكون خالدة في ذاكرته أو بأذهان مشجعينه أو متابعي كرة القدم على مر الأجيال. الحدث إما يكون هدف أو صناعة هدف أو تصرف غريب بالملعب، لكن في تاريخ كرة القدم ما سمعنا أبدا عن تسخين أو إحماء يخلد بالتاريخ، إلا إذا كان صاحب هذا التسخين هو دييغو أرماندو مارادونا، لأنه دائما يكون استثنائي في كل مرة يلمس فيها الكرة. نرجع قبل حدث اليوم بأيام لأنه مرتبط بقصتنا. نجح نابولي بالفوز على الغريم اليوفي بريمونتادا بربع النهائي، كانوا خسرانين 2-0 قلبوها 3-0.
وفي 5 ابريل 89 تمكن نابولي من رسم ملامح اللقب الاوروبي الوحيد في تاريخه داخل القارة العجوز، لما قدر الجيل الذهبي بقيادة النجم الارجنتيني دييغو مارادونا تحقيق الفوز على بايرن ميونخ بهدفين نظيفين من توقيع البرازيلي كاريكا وكارنفالي في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الاوروبي اللي يسمونه اليوروبا ليج حاليا بملعب سان باولو ملعب نابولي. مقطع الاحماء الشهير لمارادونا قبل مباراة اياب امام البافاري اللي تصادف تاريخ اليوم على موسيقى انشهرت من هالمقطع، دييغو سخن بهالطريقة ليزيل توتر فريقه بسبب ارتباك زملائه بسبب استهجان جمهور البايرن، وكانوا حاطين الموسيقى اصلا علشان يحمسون لاعبينهم لكن ردت عليهم عكسية. تعادل نابولي امام البافاري في ملعبه بنتيجة 2-2 بثنائية كاريكا البرازيلي، ويقصى العملاق الألماني من البطولة ويتأهل للمباراة النهائية نابولي، واصطدم بنادي شتوتغارت الألماني وقدر يفوز عليه في سان باولو 2-1، تعادل بألمانيا 3-3، ورفع دييغو مارادونا كأس البطولة كلقب أوروبي وحيد بتاريخ نادي جنوب إيطاليا. ابريل 1989، نفس اليوم اللي كان فيه تسخين مارادونا كان فيه شيء ثاني قاعد يصير بوقت ثاني. ميلان يهين ريال مدريد بنتيجة 5-0 كأكبر نتيجة سجلت في مباراة واحدة في تاريخ إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعد الخسارة الأكبر في تاريخ ريال مدريد أوروبيا. تعرض لها مرتين، مرة أمام الميلان في نصف نهائي دوري الأبطال 89، وكذلك نفس النتيجة في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي الدوري الأوروبي حاليا سنة 82 أمام كايزر سلاوترن. هناك أوقات للرياضيين يصلون إلى قمة مستواهم، على صعيد المنافسات، وما عليك سوى الجلوس والاستمتاع بالأداء الأنيق. من أمثلة هذه الفرق ميلان 87 لما وصل أريغو ساكي إلى معقل روزينيري سانسيرو بحثا عن الكمال في كرة القدم. اقترب ساكي كثيرا من تحقيق الكمال بتكوينه فريق متكامل اتحد أطرافه الدفاعية والهجومية مع خط الوسط بعزف سيمفونية رائعة للمشاهد، وتختم بالأهداف. كانت مباراة ريال مدريد في الأبطال 89 مثال حي على أداء رجال أريغو ساكي. بدأ الفريقين المباراة تشكيل 4-4-2، والميلان كان يتفوق على الريال بالأسماء الكبيرة مثل كوستا كورتا، باريزي، مالديني، تاسوتي وريكارد، وأبطال الخماسية كانوا أنشيلوتي اللي سجل هدف، وثنائية لرود خولت الهولندي وباستن أيضا ودونادوني. أما الملكي كان أبرز اسمين فيه بيرنارد شوستر وهوغو سانشيز المكسيكي. لعب الميلان على مصيدة التسلل وطبق الضغط العالي على لاعبي ريال مدريد، وهو تكتيك ساكي الساحر بالدفاع عن طريق الهجوم بعد تمرين الأشباح الشهير اللي راقبوا فيه كانوا يتدربون فيه بدون كرة. للعلم لعبة الذهاب انتهت 1-1 بمدريد بسانتياغو، فاز بالنهائي على ميلان، فاز بالنهائي على ستيوا بوخارست الروماني برباعية نظيفة ليحقق ثالث ألقابة في البطولة بعد غياب 20 سنة. Gullit lavora sullo stretto, un ottimo pallone, trova l'inserimento da quindi ad Ancelotti destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti! Calibra il suo cross, il colpo di testa di Rijkaard del 2-0! 2-0 per il Milan, grande stacco di Rijkaard! Serie di finte, cross, Gullit, gol! E sono 3! Si defila Colombo, il lancio su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol clamoroso!
clamoroso di Van Basten, stupenda azione del Milan, 4-0. Ecco Donadoni che ha ricevuto da Tassotti, parte il suo tiro ed è gol! Buio, non mi è parso nella sua serata migliore stasera, e per il Real si profila una disfatta storica.